أهلا بكم. تحتل مسألة التوظيف الحكومي في العراق أهمية كبيرة، حيث دأبت الحكومات المتعاقبة منذ العام 2003 على توظيف العديد من الأفراد في مؤسسات الدولة الحكومية، حيث بلغ عدد موظفي القطاع العام ملايين الموظفين في محاولة قاصرة لمعالجة المشاكل الاقتصادية المزمنة والمستعصية، خاصة البطالة والفقر المتفاقمة. ويقول الخبراء الاقتصاديون أن هذه الحلول الترقيعية هي تأجيل مؤقت لانفجار الأزمة وليست حلا جذريا لها، وهي حل سياسي لمشكلة اقتصادية تضرب في عمق الاقتصاد العراقي، إذ لا يمكن للدولة في ظل عجز وشلل النشاط الاقتصادي وعدم استقرار الإيرادات النفطية أن تستمر في استيعاب وتوظيف الأيدي العاملة المتزايدة سنويا، حيث باتت معظم مؤسسات الدولة تعاني من فائض في عدد الموظفين الحكوميين، وهي ليست بحاجة لمزيد من التوظيف، كما أن هذا التوظيف ليس له أي انعكاس إيجابي على الخدمات العامة المقدمة للمجتمع، كما أنه بات يفاقم النفقات العامة ويضيف عبئاً آخر على الموازنة العامة للدولة. سياسة التوظيف الحكومي المستمرة وقصورها في معالجة المشاكل الاقتصادية خاصة البطالة والفقر هي التي سنبحثها في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار، وسنطرح فيها الأسئلة التالية: هل تحتاج مؤسسات القطاع العام إلى كل هذه الملايين من الأفراد وهي تعاني أصلا من فائض وتكدس في موظفيها الحكوميين؟ وما الانعكاس الإيجابي لهذه الجيوش المليونية من الموظفين الحكوميين على الخدمات العامة المقدمة للشعب العراقي؟ وهل فعلا أن التوظيف الحكومي لا يعود لأسباب اقتصادية، بل هو توظيف سياسي لتخفيف الغضب الشعبي وتأجيل انفجار الأزمات الاقتصادية؟ وهل يمكن معالجة مستويات الفقر والبطالة من خلال التوظيف الحكومي العشوائي والعبثي وغير المدروس؟ ضيفا الطاولة رافع الفلاحي سعد محمد عثمان. عشرات الآلاف من الموظفين الجدد لن يؤثروا على القطاع العام المتهالك أساسا بسبب الفوضى الإدارية وتخمة الموظفين غير المنتجين فضلا عن الفضائيين. على هذا الأساس عمد رئيس الحكومة محمد السوداني إلى إطلاق تعيينات مبالغ بها وغير مدروسة وليست في محلها كما يقول مراقبون، وكل ذلك للتظاهر بإنجازات هي في الواقع نكبات جديدة على الاقتصاد والدولة والقطاع العام والقطاع الخاص كذلك. العراق الذي يعد من أكثر بلدان العالم بنسبة الموظفين في القطاع الحكومي يستهلك سنويا مليارات الدولارات لتغطية رواتب الموظفين في القطاع العام، بينما الذي يفتش عن إنتاجية هذا القطاع منذ 20 عاما لن يجد أثرا ملموسا. ما يسوقه السوداني على أنه منجزات فيما يخص التعيينات الجديدة تسبب بأزمة مالية بدأت أثارها تظهر من خلال فقدان السيولة النقدية من الدينار العراقي، وكذلك ارتفاع عجز الموازنة إلى نحو 86 مليار دينار، بينما تكدس الموظفين يزيد القطاع العام شللا وتأخرا وتخلفا، وبالتالي مزيد من انهيار الدولة العراقية في ظل غياب القطاع الخاص عن الخدمة. الإصلاحات الاقتصادية في العراق كما يقول مراقبون لا يمكن أن تتم من خلال التعيينات المفرطة وزيادة الأعباء على القطاع الحكومي، وإنما تحتاج إلى تنمية القطاع الخاص أولا وخلق جو من المنافسة بين الشركات لتقوم باستقطاب النخب المنتجة من خريجي جامعات وأصحاب خبرات، وعندها فقط تدور عجلة الاقتصاد. تحقيق أي خطوة اقتصادية تحتاج أولاً إلى إرادة سياسية حرة وليس تابعة لمصالح الدول الأخرى. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من برنامج طاولة حوار. تبحث الحلقة في سياسة التوظيف الحكومي المستمرة وعجزها عن حل مشاكل اقتصادية كالبطالة والفقر. ضيفاء الطاولة الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي، وأيضا معنا عبر تطبيق زوم الدكتور سعد محمد عثمان الخبير الاقتصادي الدولي. أهلا وسهلا بالضيفين الكريمين. حياكم الله. مرحبا.
اهلا وسهلا. نبدا مع دكتور سعد محمد عثمان. مساء الخير دكتور. مساء الخيرات، كل سنه وانتم بخير، رمضان مبارك. وانت بخير. ماذا يعني دكتور من وجهه نظر اقتصاديه وماليه ان تكون الدوله هي المشغل والموظف الموظف الحكومي الاول كما هو جاري في العراق بجيوش مليونيه جراره في مؤسسات القطاع العام؟ يعني إذا صارت لي فرصة راح أتحدث بأربع محاور مهمة. تفضل لك الوقت. لهذا الموضوع، أولا من الجانب النظري، ثم الواقع والمقارنة والحلول. يعني بالنتيجة احنا نحرص على بلدنا يعني أنه يتجاوز هذه المشكلة الكبيرة. من ناحية النظرية، هناك نظرية اسمها النظرية العامة للدخل والاستخدام لكينز بعد أزمة 1929، والكساد الأعظم هذا الرجل اللي كان الاقتصاد التي مثري يعني دعه يعمل دعه يمر، أوجد نظرية لتدخل الدولة لإيجاد الأشغال. والفكرة كانت أنه لما يصير دخل يصير طلب، يحفز هيكل الإنتاج مرة ثانية لأن يعيد الدورة الاقتصادية. وبموجب هذه النظرية حل مشكلة كبيرة اللي هي كانت مشكلة البطالة وثم سيولة الدخل وتحفيز الإنتاج. هذا أحكي نظريا، يعني إذا الجماعة مثلا ما أخذين نظرية كينز نظرية نظر الاعتبار. مشكلة العراق أن يقال حسب ما كنت أقرأ لأحد المستشارين أنه 75% من الميزانية التشغيلية هي ميزانية تشغيلية تذهب إلى الرواتب. نعم. وهناك 2.5 مليون موظف زائدا 1.750 مليون عسكري، يعني بما معناه 4.25 ملايين، يعني تقريبا 10 إلى 12% من الشعب. أما القوة العاملة هي 12 مليون، فمعناها من القوة العاملة ثلث لدى الدولة. عادة المعايير الدولية إنه 1 إلى 200 موظف إلى 200 مواطن. بالعراق 1 موظف إلى كل 10، وهي كارثة. تقارير البنك الدولي تشير إلى أن العراق أعلى بلد يوظف في القطاع العام. لو نقارن العراق مثلا بالسعودية، السعودية بها 1.2 مليون عدد سكانها، 1.2 مليون موظف حكومي، بها 35 مليون. تركيا بها 3.22 ملايين، هذول طبعا مع الجيش، بها 3 ملايين وعدد سكانهم حوالي 100 مليون. مصر الفقيرة بها 1.8 مليون موظف عدد السكان 105. لاحظ أنه العاملين بالقطاع الخاص في السعودية 2.5، يعني حوالي 3 أضعاف ما موجود في القطاع الحكومي. تركيا 30 مليون مقابل 3 مليون. مصر حوالي عدد السكان 105، العاملين بالقطاع الخاص حوالي 14 مليون. ولذلك نجد أن هذا الخلل الكبير هو خلل بعيد أبداً عن كل معايير التوظيف. طبعاً هو التوظيف هنا القصد هو إشغال الناس بدخول بسيطة، ولكن المشاكل اللي راح تترتب على هذا الموضوع مشاكل كبيرة. دكتور اسمح لنا، سنتحدث إن شاء الله عن قضية أنه الهدف أو الغاية من هذا التوظيف الحكومي والآثار السلبية المترتبة عليه اقتصاديا وماليا، يعني على موازنة الدولة. دكتور رافع مساء الخير. مساء الخيرات ومرحبا أستاذ ماجد. دكتور، الحكومات المتعاقبة 6 أو 7 ما عندها حل لمعالجة مشاكل اقتصادية إلا أن توظف تتوسع في التوظيف الحكومي حتى بلغ موظفي القطاع العام الملايين، 4-5 ملايين بين مدنيين وعسكريين. هل هي عاجزة عن إيجاد حلول أخرى، أم هي في حالة استرخاء راحت نفسها توظف أناس ب500 ألف دينار وتخليهم يشتغلون ما يشتغلون مو مشكلة، المهم تحسبه أنه هو يعني موظف؟ ليس هناك من حلول؟ تمام. بسم الله الرحمن الرحيم، وحييك أستاذ ماجد وحيي ضيفك الكريم. أهلا وسهلا. يعني بداية أقول لك ما قلته حضرتك كسؤال هو واقع حال، يعني ممكن أن يكون هو الجواب نفسه. نعم. لكن دعني أقول أولا، يعني وأرجع على ما قاله الدكتور سعد،
الحقيقة الدكتور سعد تحدث عن رقم قال إنه يعني هو اعتمد فيه على تصريح المستشار رئيس الوزراء الحالي حول عدد الموظفين في العراق. يعني أنا أقول إنه هذا الرقم غير صحيح، بدليل إنه الرقم أكبر من هذا بكثير. فقط في الفترة الأخيرة محمد الشياع السوداني أطلق توظيف 500,000 موظف فقط في الفترة الأخيرة خلال الشهر الماضي، الشهرين الماضيين. إضافة إلى هذا، وزير الخارجية الحالي اللي هو كان وزير مالية في عام 2019 تحدث في لقاء طبعا تلفزيوني واضح لكل العالم سمعته، كان يتحدث عن الوظيفة، هناك تضخم في القطاع العام قال بسبب انعدام فرص العمل في القطاع الخاص، هكذا قال. لم يتحدث عن أن القطاع العام بكل مؤسساته لا يقدم إضافة مادية إلى الناتج القومي أو الوطني، لم يتحدث عن هذا، لكن قال أنه 95% أو 90-95% من الفرص العمل هي في القطاع العام. قال أنه عدد الموظفين، وهذا معروف جداً، في عام 2003 كان 850,000 موظف في عموم العراق في عام 2003 قبل الاحتلال، وهو كان يتحدث في عام 2019 قال نحن الآن لدينا عدد موظفين 6,500,000 موظف ومتقاعد. إذن الآن بعد 5 سنوات من هذا الحديث الآن نتحدث بحدود 10 ملايين موظف ومتقاعد وخدمات اجتماعية، وهذا عدد يعني كبير جدا متضخم جدا. لذلك العراق الآن يتبوأ المرتبة الأولى عالميا في نسبة عدد الموظفين في العالم. يعني الصين اللي نفوسها 1,400,000,000 عندهم 28% موظفين، بس احنا في العراق عندنا 37% من الموظفين في القطاع العام. في بريطانيا 21.5% ونفوسهم 67 مليون، تركيا 15 وفارز 8 بالعشرة نفوسهم 85 مليون. إيران هذه التي ترعى العراق وهي متغولة بالعراق عندها 18.5% موظفين وهم 86 مليون نسمة. نحن في عام 2030 حسب الزيادة السكانية، نسبة الزيادة السكانية اللي هي 2.5 بالعشرة كما تقول وزارة التخطيط، سنصل إلى 53 مليون نسمة. كيف سيكون الحال؟ هذا واقع الحال الحقيقي. الوضع صارت الوظيفة في العراق مكرمة وليست حقا من حقوق الإنسان الحصول على فرصة للعمل. الكل يبحث عن راتب معين، وهذه الحكومة وهذه السلطة تؤكد واحد من تفسيرات الفساد الموجودة في العالم، اللي هي استغلال السلطة أو المنصب لتحقيق هيبة خاصة أو هيبة غير حقيقية، مصالح شخصية تتعارض مع السياسات العامة والسياسات الاقتصادية والصحيحة والرصينة، وتتعارض حتى مع القوانين. وبالتالي أنت الفساد أساساً يبدأ من تصاعد درجات الانحراف الإداري. يعني أصحاب السلطة عندما يتجاوزون على كل السلطات، يتجاوزون على القوانين، والقضاء يسكت عن إيقافهم، فهذا يدل على أن الفساد يكون حالة مرضية واضحة تضرب في الجانب السياسي والجانب الاقتصادي والجانب القضائي والجانب الاجتماعي، وهذا ما يحصل في العراق. لذلك صارت الوظيفة الآن هم يبحثون، يعني مثل ما قال الدكتور سعد 75% قال انه من الـ من الـ من الـ الرواتب من الـ من الـ يعني التخصيصات التشغيليه تذهب رواتب. الحقيقه هذا واقع حال الحقيقه. فبالتالي انت لديك نحو 100 مليار دولار سنويا من هذه الموازنه الان، ال 152 مليار دولار اللي خصصوها اخيرا وفي الشهر السادس العام الماضي وقروها، 100 مليار تذهب فقط تشغيليه لهذه الامور، رواتب وغاز يشترون من برا وما اعرف منه، خدمات اجتماعيه، وبالتالي كلها تذهب الى الفساد. لذلك مع غياب خطط النمو، خطط النهوض بالبلد، تبدو القضيه مقصوده والعراق يتحول الى مستهلك فقط والى خزينه
سنتحدث مع دكتور، نتحدث عن المعوقات او المعقلات التي تحول دون ايجاد بيئه استثماريه لتنشيط القطاع يعني الخاص. دكتور سعد، هناك من يقول انه هذا التوظيف الحكومي، التوظيف الحكومي الحقيقه هو عباره عن معالجه مرحليه مؤقته لمشاكل حقيقه ضاغطه وعاجله، خاصه الفقر والبطاله. على الاقل نعدي هذه المرحله للذهاب الى معالجات اقتصاديه مستدامه. هذه الحجه مقبوله ان نعالج الفقر والبطاله بهذا التوظيف الحكومي ك يعني حل او اجراء مرحلي قد يكون مؤلم لكنه مطلوب للتخفيف عن كاهل المجتمع الذي يعاني بطاله وفقر؟ نعم، هي طبعا هذا يزيد البطالة المقنعة، والبطالة المقنعة هي الناس اللي ما عندها شغل، يعني مجرد يستلمون رواتب ويداوم. واحد. اثنين، طريقة التوظيف اللي تجري يبدو أنها غير نزيهة، يعني أغلبها مربوطة بفساد إداري، رشاوي وغيره. فالآن الموظف اللي يجي إذا هو أصلا يعني جاي بطريق غير شرعي وبالرشاوي وبالهذا، راح ينقل هذه التقاليد أيضا إلى الوظيفة، ولذلك يشوف انتشرت الرشاوي وانتشرت الفساد الإداري، يعني يتطور بشكل كامل بحيث أنه يبدأ من القاعدة إلى الهيكل الأعلى. القياس للإنتاجية حسب البنك الدولي العام الماضي كان 17 دقيقة للموظف الواحد. تصور موظف يشتغل باليوم فقط 17 دقيقة، يعني كل 10 موظفين يساوون موظف واحد فقط. طبعا هو كحل، هم ما عندهم حل، لان يعني يخسرون سياسيا اذا ما يلجؤون الى هذا الحل. لكن التفكير بالمستقبل انه هذه الجيوش، احنا سنويا يدخل عندنا حوالي بين نص الى 700 الف شخص الى سوق العمل، منهم ربع مليون خريج و500 الف اللي هم بدون خبره او بخبرات مهنيه بسيطه. طيب هاي السنه عالجناها، السنه الجاي خلينا نقول دخل مليون جديد، شلون من راح تجيب الفلوس؟ شلون راح ترتب؟ فالان يبدو يعالجون عن طريق الاصدار النقدي بدون غطاء، وهي كارثه راح تخفض قيمه العمله بشكل كبير بالمستقبل، لان حسب ما يقال انه 18 مليار هي العمله اللي بدون غطاء، 18 تريليون عراقي وهكذا بالدولار. فهم راح يضطرون الى زياده الإصدار النقدي اللي هو التمويل بالتضخم، والتمويل بالتضخم مدى يرتفع مدى يصاحبه أي إنتاجية سواء في القطاع غير النفط 93-95%. ممكن دكتور تشرح لنا التمويل بالتضخم إذا سمحت؟ يعني نعم، تمويل بالتضخم أنه تقبل بنسب عالية من التضخم على أساس تمول بعض المشاريع الإنتاجية، لكن إذا يجري الآن ليس مشاريع إنتاجية، يعني مثلا دول تلجأ إلى التمويل بالتضخم حتى تمول بعض المشاريع، وثم المشاريع لما تنجز تمتص التضخم ويستقر الاقتصاد. لكن اللي يجري هي أنه أنت تمول بالتضخم فقط على سبيل المثال لتمويل دخل للناس حتى تمشي أمورها الحياتية اليومية دون وجود إنتاج. بيروح هذا التمويل إلى سلع استهلاكية مستوردة من، يعني في المجال الأخرافة أنه يروح إلى سلع مستوردة من بلدان الجوار، يعني البلدان الجوار دي ينمو فيها الإنتاج على أساس أو على حساب المستهلك العراقي اللي هو من الأبرة إلى أي شيء هي مستوردة حتى المواد الغذائية. وإن شاء الله بالفقرة القادمة يمكن نفكر ببعض الأفكار الأخرى اللي مرت بها الشعوب، يعني مثلا التضخم في التعليم، تضخم في التعليم. العالم الآن بدأ يغادر هذا الموضوع، يريد خبرة مهنية أكثر ما هي شهادات. يعني أنا لو أقارن عدد الشهادات الموجودة بالعراق، ماجستير ودكتوراه، بالشهادات الموجودة في أمريكا، أذكر مرة من المرات في أمريكا كان عدد الحاملين PhD 15,000 واحد. في العراق إلى 2003 كل الماستر والدكتوراه كانوا لا يتجاوزون 10,000 واحد، وكان عدد سكان العراق حدود 23-25 مليون. يعني هذه البرستيج اللي بالشهادات أصبح ليس التعليم من أجل التعليم، إن التعليم من أجل التوظيف. يعني أيضا الجماهير تضغط حتى أنا دكتور، أنا ماجستير ليش ما عندي شغل؟
اخي انت خلصت ماجستير ما حد جبرك، يعني كان يفترض. وانت تجد في العالم المتحضر انه الشهاده لك شخصيا، تكوينك، وانت ابحث عن مهنه، تعلم خبره، تعلم الى اخره. هذه ايضا من الضغوط والمساومات اللي تجري في العراق لغرض الكسب السياسي. هذا الكسب السياسي طبعا هو مؤقت، لن دكتور يستمر. بالعراق اللي يتعين مدير بلدية يحرص على أنه يجيب له شهادة حتى يكون الدكتور رئيس بلدية مدينة كذا، بد خدمة يعني. هو اللي صاير انه هاي الالقاب، دكتور، حاجي، سيد، بروفيسور، كل شيء يعني لو يطلع من الحدود 100 متر ما حد يعترفه. مع الاسف حتى الشهادات العراقية اصبحت غير معتمدة، وهذه يعني دليل عدم وعي وعدم ثقافة، في حين انت مهندس عنده خبرة احسن، خبرة يعني عملية، وينجز احسن من 100 دكتور. يعني هي الدكتور شهادة اكاديمية الغرض منها التدريس فيه. يعني مثلنا احنا خلصنا بالغرب سنين عذاب حتى نرجع الى مهنه اسمها التعليم، ما رحنا الى مهنه غير التعليم. لكن هذا ابو البلديه شو يسوي بالدكتوراه او بالماجستير كشخة. او بالماجستير. دكتور كشخه اي، لكن هاي تسقط تنتهي. الان هاي وسائل التواصل الاجتماعي بدأت تفضح هذا الشيء. يعني نعم. انت مطلوب منك تعليم الى حد معين ولا البكالوريوس، وثم حتى أقل من البكالوريوس التعليم المهني. أنت طلع لي فيتر زين، بنا زين، طلع لي أبو آي تي زين. المهن العشرة الجديدة بالعالم، كل هاي المهن الموجودة بالعراق راح تنتهي. تعرف ليش؟ لأنه العالم الآن يتجه إلى وظائف جديدة لها خصائص ولها كلها ديجيتال. فشلون راح يواجه هذا؟ يعني ديجيتال وذكاء وذكاء صناعي. وذكاء بعد ماكو صادرة ووارد وعشر حراس بالباب. حتى الجيوش الآن تشوفها كلها مسيرات وكلها. يعني العراق إذا ما يفكر شو أسوأ البلدان، صومال هاي بدنا تفكر اللي حققت فائض في الميزانية لأول مرة 23 مليار دولار. يا أخي ما يصير. الآن اللي يجري هو تدمير لهيكل الإنتاج. أنت بدل ما توظف بالدولة علم مهنة، يعني علمنا الصيد لا تعطيني سمكة، علمنا الصيد. هذا اللي كنا احنا جيلنا كله بنى على هاي الحقائق، حقائق بالحصار. الفلاح أثرى، الفيترشي أثرى. ليش نكسبوا مهارات؟ اكسب، افتح معاهد، افتح دورات، افتح، اكسب مهارات أثناء الدورة والتعليم. اطيب رواتب، مشكلة اطيب رواتب وقتية، لحين هو يمتلك ناصية الأمور ويتعلم ثم يدخل إلى سوق العمل. دكتور أشكرك وأستأذن من عندك، آسف لأن احنا بلغوني على الفاصل. أستأذن منك ومن ضيفنا دكتور رافع الفلاحي ومن المشاهدين الكرام، نتوقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعود لإكمال نقاش حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار. نسلط الضوء على القضايا والأحداث العراقية المهمة، نقدم المعلومة للمشاهد بكل تفاصيلها، نقف عند تداعيات الأحداث وتأثيراتها المستقبلية، نطرح وجهات النظر الواقعية لنكشف الحقائق ونقدم الحلول. كل ذلك في برنامج تحت الضوء. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من برنامج طاولة حوار. تبحث الحلقة في سياسة التوظيف الحكومي القاصرة في العراق وتضخم في عدد موظفي القطاع الحكومي في العراق. ضيف الطاولة الدكتور رافع الفلاحي ودكتور سعد محمد عثمان. دكتور رافع، المراقبون والناشطون والمدونون يؤكدون بضرس قاطع كما يقال أن هذا التوظيف الحكومي الحقيقة ليس لدواعي
وأسباب اقتصادية، هو توظيف سياسي لشراء أصوات لرشا لتأجيل إلغاء لتأجيل الغضب الشعبي القادم. هذا الاتهام دقيق فقط لهذه الرشا للمجتمع حتى يسكتوا. حقيقة أستاذ ماجد ما تقوله صحيح جدا جدا. نعم. وما يعني أشار إليه البعض أو حضرتك نقلت عن كثير ناشطين ومدونين. نعم. ناشطين ومدونين. نعم. واقع حال هذا الحقيقة، لأنه يعني التوظيف هذا ببعد انتخابي واضح جدا لأجل أن يلمون الناس تنتخبهم، وببعد لتجنب الاعتراضات تجنب التظاهرات، وهذا ما حصل في عام 2019 في ثورة تشرين. يعني كان ممكن للموظفين إذا ما وقفوا مع المتظاهرين أن ينقلب الحال، وكنا سنعيش الآن ظرف غير الظرف الذي نعيشه الآن. يعني كان كل هذا انتهى، كانت الثورة نجحت وكان مضت في طريقها وحققت أهدافها لو أن عدد الموظفين وقفوا مع الثورة. هم في بدايتها، وإذا كنت تذكر ويذكر يمكن الدكتور سعد، وكنا نذكر في هذا الموضوع، كانت ساحات التظاهرات يعني مراكز لزيارات كل العوائل وكل الناس، أعداد هائلة ملايين تدخل إلى هذه الساحات من غالبيتهم من الموظفين. وفجأة صدر أمر للموظفين من سيذهب إلى هذه الساحات سيقطع راتبه، سيعاقب، اضطروا ينسحبون. تركت شباب الثورة لوحدهم. هذا ما حصل، هذا جزء من مخطط الموجود للتوظيف، التوظيف لشراء وقت لاستمرارهم في العملية السياسية. لذلك أنت يعني كل موازناتهم، عندما تنظر إلى الموازنات التي طرحت منذ يعني أول موازنة من 2003 لحد الآن، ستجدها موازنات استهلاكية بحتة ما يحتاج لها. ليس هناك خطط تنموية، ليس هناك جدوى اقتصادية للموارد الوطنية، ماكو، هذا الموضوع غير موجود. وتعتمد كل الموازنات على الترضية السياسية، هذا الطرف شي يريد وذاك الطرف شي يريد، يلبولهم طلباتهم وتنتهي القضية، وطلبات ترضيات سياسية وزيادة الانفاق للحد الأقصى. هذا ما يحصل، حجم الانفاق كبير، عجز. دكتور، أيضا هناك من يقول، اسمح لي، أن هذه الرشة السياسية أيضا هذه الحقيقة يعني قاصرة ومرحلية مع عوامل موجودة، مثل زيارة السكان في العراق، زيادة الذين يتخرجون من الجامعات الأهلية والحكومية ويدفع بهم إلى سوق العمل، مع مخاطر انخفاض أسعار النفط وتذبذبها. نعم. لذلك هذه الرشة الحقيقة أيضا قد تكون الآن مجدية، بكرة الحقيقة قد لا تنفع مع الأعداد القادمة ومع انخفاض أسعار النفط. نعم أستاذ ماجد، سأعطيك أرقام ربما. نعم. توضح وتؤكد ما ذهبت إليه. نعم. في قرارهم للموازنة قالوا أنه يعني العجز اللي موجود 48 مليار دولار سنويا، وهذا مبلغ عالي جدا، عجز من يسددوا قروض خارجية وداخلية، وراح يزيد المديونية على العراق. هذا واحد، هم اعتبروا سعر برميل النفط 70 دولار، ثبت سعر النفط يعني سعر البرميل 70 دولار، وسعر الصرف للدينار مقابل الدولار 1300 دينار، وينتجون 3.6 × 10 مليون برميل، من ضمنها 400,000 برميل من حقول الشمال، حقول كردستان العراق. طبعا هذه متوقفة منذ فترة طويلة بسبب خلافات بين الأحزاب والحكومة الاتحادية، وهذه المصيبة. فهناك أعباء كبيرة إذا ما انخفض سعر النفط. طبعا إذا إضافة لهذا، هناك تكاليف لجولات التراخيص. هاي الشركات اللي تأخذ التراخيص هذه تأخذ نسبة محددة وثابتة من كل برميل نفط، يعني يبيعون برميل مثلا، يعني ما أعرف إيش قد النسبة، يبيعون البرميل بخمسين دولار، ممكن يأخذ 10 دولارات، هو هذا سعر استخراجه وسعر خدمته وما أعرف كل هذه الشغلات. فهو من البداية يقطع من عندك مبلغ، وتقطع يعني من غير أن يدخل في نقاشات، لا، هذه مثبتة بعقود ومنتهي القضية. وأنت عندك رواتب وعندك استيراد غاز وعندك رعاية اجتماعية وعندك مصايب، فأنت وما عندك خطط تنموية،
فأنت ذاهب إلى 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 الكارثة. إذا ما انخفض سعر النفط بمقدار قليل سيؤدي ذلك إلى أن غير قادر على أن تدفع الرواتب، هذا سيؤدي إلى الناس تنزل إلى الشوارع، إضافة إلى السنوات القادمة مع زيادة السكانية مع دخول أعداد كبيرة، وتحدث عن الدكتور سعد أعداد الذين يدخلون إلى سوق العمل سنويا ما يقرب من 700 ألف مواطن، وهم ليس لديهم قدرة على توظيف أي أحد الآن لأن وصلوا إلى الحد الأقصى، ماذا سيفعلون مع هؤلاء؟ وأنت ليس عندك لا قطاع صناعي تقدر تستثمرهم به، ولا قطاع زراعي، ولا قطاع خاص. خلال 21 سنة نميت القطاع الخاص، ليس لديك قطاع خاص. الدول الخارجية وأولها إيران حولتك إلى سوق الاستهلاك، بضائعهم يجب أن تستهلكها أنت وتدفع عليها فلوس، فأنت تستورد، فتضخم هناك وصرفيات عالية وانخفاض القدرة الشرائية سيؤدي إلى انفجار اقتصادي واضح جدا جدا، وجزء من هذا هو هذا التوظيف العشوائي الذي يعتقدون أنه سيشتري لهم وقتا إضافيا للبقاء في الحكم. لذلك ما تقوله صحيح بأن هذا سيف ذو حدين، يعني سيؤدي إلى انفجار قريب جدا جدا. هم وصلوا إلى هذه المرحلة، لكن المرحلة القادمة لن يستطيعوا أن يفعلوا شيئا، الديون عالية جدا، القدرات غير، والنفط سلعة غير قابلة للمراهنة عليها. النفط ممكن أن ينخفض في أي لحظة وهذا واضح، وإنتاج النفط لا يمكن أن تتحكم به أنت، هناك أوبك بلاس وغيرها يتحكمون بانخفاض النفط، وأنت لديك مشاكل كثيرة سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية، هذا كله يؤدي إلى أن أعداد العاطلين عن العمل سيزيد جدا جدا، يطالبون بوظائف، الوظيفة صارت بالنسبة للعراقيين يعني مثل ما يقال بالكلام الشعبي غصبا على الحكومة يجب أن توفر هذه الرواتب. طيب ما تقدر هي توفر الرواتب، شو تسرق، شنو الفساد، وين يروحون؟ وبالتالي سيؤدي إلى انفجار قريب جدا جدا، وهذا سيؤدي إلى سقوطهم وسقوط هذه كل العملية السياسية. لذلك أنا أقولها أكثر من مرة، ربما ليس يعني ليس بحاجة إلى سلاح وميليشيات ومعرف منه لكي يحموا هذه السلطة، هناك واقع اقتصادي سيؤدي إلى سقوطهم حتميا. المفارقة دكتور أيضا مع هذه الجيوش المليونية من الموظفين الحكوميين، الحقيقة وطبعا هذا الحقيقة المختصين والاقتصاديون يقول انعكاسه على تقديم خدمة بأدنى مستوياتها صفر. هو خدمات موجودة فعلا صفر. أنت حتى بالخدمات التي يقدمونها والآن يتباهون بها، هذه المجسرات اللي يقولون هذه هناك انسدادات في الشوارع وعالجتها، ما هذه علاجات وقتية ستنتهي، وماذا ستفعلون بعدها؟ يعني هذه الآن مجسرات اللي فتحت اختناق معين، ما هذا الاختناق بعد شهر سيعود، لأن زيادة السكانية وزيادة أعداد السيارات وزيادة الذين يستخدمون الطريق سيؤدي إلى زيادة مرة أخرى. ماذا ستفعلون؟ هل ستفتحون مجسر آخر؟ وماذا بعد المجسر الآخر؟ وهذه مجسرات لا تقدم إضافة مادية يعني للإنتاج الوطني العراقي، يعني لا تقدم أي شيء حقيقة، يعني وبالتالي أنت تصرف فلوس بدون عائد، يعني المدخلات شيء والمخرجات شيء آخر، المدخلات كبيرة جدا، أموال تأتي من النفط ومخرجاتها لا شيء، كلها تذهب بالاستهلاك المحلي وتذهب، وبالتالي والناس نسبة الفقر تزداد، نسبة البطالة تزداد، نسبة الأمية تزداد، البلد ذاهب إلى خراب، وهم يعتقدون أن توظيف العالم سيؤدي إلى بقائهم وشراء سكوت الشعب. هذا شراء سكوت الشعب قد يحدث لفترة، وقد حدث لفترة سنة سنتين ثلاثة، لكنه لن يستمر، لأنه الأعداد ستزيد، والنسبة نسبة النمو عالية جدا، ونسبة الخريجين الذين يطلبون العمل أكثر، النمو السكاني مو نمو اقتصادي، النمو السكاني نمو سكاني، وأنت ليس لديك أي خطط تنموية، ليس لديك أي خطط وضعتها للمستقبل لا قريبة ولا بعيدة لكي تستوعب كل هذا، وليس لديك قطاع خاص خلينا نسأل دكتور ممكن أن ينهض بالبلد. أشكرك نحيل هذا السؤال لأضيفنا دكتور سعد. الدكتور يعني ما الذي يمنع إيجاد أو خلق بيئة استثمارية لتشجيع القطاع الخاص وتوفير فرص عمل للأفراد الناشطين والمؤهلين في سوق العمل
للتخفيف عن كاهل الموازنة العامة وكاهل القطاع الحكومي. يعني السلطة لا تتوافر على معرفة، لا تتوافر على كفاءات، لا تتوافر على مال، على إمكانيات لخلق مثل هذه البيئة الاستثمارية بعد 21 عام من التغيير الديمقراطي بين قوسين. نعم، يبدو يعني هي خطة منهجة هدفها تدمير هيكل الإنتاج سواء العام أو الخاص، والدليل أنه ما أعرف أكثر من 60,000 منشأة متوقفة عن العمل اللي كانت تشتغل من سنة 53 مجلس الإعمار واستمرت إلى ما قبل الحرب. فهي واضحة ضغوط دولية مجاورة لإيران وغيرها أن يبقى العراق بلد مستورد متخلف في كل جوانبه، حتى هذه الدول تعتاش على دخل العراق من النفط. ولكن يعني كلكم راعي ومسؤول عن رعية، يعني أنت كسبت بالانتخابات بس تكسب لعنة بالمستقبل يعني القريب جدا، ولذلك أنت مسؤول عن هاي الأجيال من الجيوش من البشر اللي تنمو. إذا ما تنمي القطاع الخاص بسياسة اقتصادية ومالية ونقدية، يبدو أنه السياسة المالية والنقدية والاقتصادية بشكل عام أو سياسة الاقتصاد الكلي تواجه مشكلة في تنفيذ ذلك من خلال خطط استثمارية، يعني مجرد أوراق ولا تنفذ على الواقع. إلا أضعف البلدان، يعني هاي الأردن جنبك، شوفوا الاستقرار المالي رغم ما عنده موارد، يعني موارد العراق هي أضعاف 5-6 دول مجاورة منها سوريا والأردن والسودان وهذه الدول المحيطة عدا الخليج، وحتى الخليج قسم منها يعني عدا السعودية اللي هي إيراداتها عالية. بس غياب السياسة الاقتصادية والتفكير بالمستقبل هو هذا الأجندة اللي قائمة. ولذلك أنا أتوقع أنه مهما زاد سعر النفط، يعني مهما انخفض سعر النفط، هو مورد واحد لن يكفي لإدارة شؤون الاقتصادية لشعب قد يصل إلى 60 مليون حسب ما يقولون إلى خلال 15 سنة. معدل النمو الآن حالي 3 point كذا معدل النمو في العراق، إضافة إلى أنه عمليات التجنيس وغيرها، الناس اللي تجي يعني تصبح عراقيين. العراق بلد خير مهما كانت المشكلة، المياه وغيرها، العراق مياه الجوفية ثاني أكبر بلد يمتلك مياه جوفية ومحارس الزراعة، العراق ثالث أو خامس بلد بالعالم يملك النفط، العراق يمتلك معادن. يعني أنت لو تستثمر هذه العوائد مثلا الفوسفات، الكبريت، تعيد أنت بدل ما تنطي فلوس مباشر يا أخي سوي مؤسسات تخلق معامل رأس المال بالعراق من أعلى معاملات رأس المال، يعني اللي يحط دولار يمكن يجي له كذا دولار خلال كذا سنة. لكن لا يوجد تفكير لهذا، هو تفكير آني، ولذلك شوف تضخم في القوى الأمنية وضعف في القوى الإنتاجية. يعني أنه هذه الفلسفة، يعني الاتحاد السوفيتي ليش سقط؟ سقط أيضا نتيجة وجود اختلاقات وضغوط الاتحاد السوفيتي بعظمته وبأسلحته وانتشار الرشوة وانتشار الفساد الإداري، واحد من أهم عوامل السقوط. مهما كانت قوتك، يعني تقول الاتحاد السوفيتي أقوى من كذا، جزء الأجندات الخارجية تبحث عن فرص مثل هذه لإسقاط أي دولة، يعني تحت أي مبرر. تقول العراق بلد بمميزات يعني تطمع به كل الدول، إذا أنت ما تسوي يعني استقلالية في سياستك، حصانة لشعبك، لحمة واحدة، تفكر بالإنسان العراقي بكرة لأولاده، يعني شو واجبك؟ واجبك وكسبت بالانتخابات، ثم ماذا؟ سرقت لك مليار، ثم ماذا؟ يعني هي هاي الحياة ليش هلقد يعني؟ ولا التاريخ كيف يخلد ناس؟ كيف خلدت ماليزيا مهاتير مثلا؟ وكيف خلدت أبو كوريا؟ وكيف خلدت أبو تايوان وهكذا؟ يعني يربون مثل يقول لك تايوان لا بيها نفط ولا زراعة ولا ولا ولا، بس بيها إدارة اقتصادية، وكذلك ماليزيا وكذلك نعم. دول أخرى. يعني أنت الإدارة هي الأساس، فإدارة مع الأسف
يعني ما مبنية على أسس متينة، أسس مثل ما قال. واضح. أشكرك دكتور. دكتور أشكرك دكتور. دكتور رافع، يعني هناك من الاقتصاديين من يقول أنه مع هذا الانسحاب للدولة من النشاط الاقتصادي، انعدام البيئة الاستثمارية، يعني قطاع خاص، ستبقى الحاجة مستمرة للتوظيف الحكومي بحجة معالجة الفقر والبطالة ولو مرحليا، لكن تداعيات هذه السياسة ستكون كارثية وضررها أضعاف نفحها الآني، ضررها على المدى البعيد استراتيجيا أكثر من نفحها الآني في معالجة فقر بطالة. طبعا معالجة جزئية وليس معالجة جذرية حقيقية، لأنه طبيعي جدا أستاذ ماجد، لأنه هذا جزء من فسادهم الإداري، جزء من منهج غير سوي وغير حقيقي غير منتج. يعني ما هي العوائد التي يمكن أن يحصل عليها البلد من خلال هذا التوظيف؟ لا يوجد أي عائد حقيقة، مجرد أموال تذهب ولا تعود، وبالتالي أنت يعني مضطر أن تجلب أموال جديدة لكي تدفع بها إلى المحرقة. هذا ما يحدث. يعني أقول لك أنه خلال يعني قراءة تاريخنا السياسي في العراق، كنا خلال كل هذه يعني من تأسيس الدولة العراقية بالواحد وعشرين لحد الآن، واجهنا أجندات خارجية تبحث عن فرص لإسقاط العراق، وقسم من عندها تبحث عن فرص لإسقاط النظام. هكذا واجهنا طوال هذه العقود التي مضت من عام 1921 لغاية 2003. من 2003 لحد الآن، وفعلت فعلها، وما نريد نذكر اللي حدث، لكن من 2003 لحد الآن نعم هناك أجندات خارجية، لكن كل الأجندات الخارجية تبحث عن فرص لإسقاط العراق وليس لإسقاط السلطة. تدافع عن السلطة، كل القوى التي تسند هذه السلطة الآن موجودة في الخارج، لكنها تريد إسقاط العراق، لأنه من يقبل بأن يتحول العراق إلى دولة استهلاكية، يتحول إلى بلد هو من أغنى البلدان، شعبه يعني أكثر من 25% من شعبه تحت خط الفقر، بطالة 10 ملايين 12 مليون عاطل عن العمل، موظفين 6 ملايين 10 ملايين موظف، استهلاكي، تضخم عالي، عجز، انفاق كبير، الرواتب الحكومية هذه ستقود إلى زيادة الاستهلاك، ارتفاع التضخم، ستقود يعني عجز تجاري، تعيق التنمية، هذا كله بالنهاية هم يدرسونه، هذا كله لصالح إسقاط البلد، إسقاط العراق فعلا، لكن ليس إسقاط السلطة، لأن هذه السلطة هي التي ترعى هذا النموذج، وإلا كيف يمكن لهذه السلطة أن تذهب إلى التوظيف الآن وهي ترى أن التوظيف يعني يأكل أموال العراق وليس من هناك من ناتج، والموظف في العراق لا يقدم خدمات مثل ما قال الدكتور سعد أكثر من 17 دقيقة باليوم؟ كيف يمكن؟ وهذا الجيوش من العاطلين، يعني دعني أقول لك، إحنا عندنا كان بالعراق لحد 2003، وليس مقارنة بنظام سابق ونظام لاحق، يعني تركنا من هذا الموضوع، لكن العراق طوال هاي مسيرته أكثر من 80 سنة أكثر إلى غاية 2003 كان عنده 850 ألف موظف في عام 2003. الآن ربما هاي 850 ألف تجدهم في وزارة واحدة من الوزارات، أعداد هائلة. طيب ماذا يفعلون هؤلاء؟ ما هي الخدمات التي يقدمونها؟ من 2004 زادت نسبة الموظفين 400% حسب قول الكاظمي. هذا واقع الحال، لأنه إحنا يعني ما عندنا شيء ننتج به، ما عندنا غير نجيب موظفين، وهذه مرهونة، وهذه الوظيفة أيضا أنت لا تستطيع أن تذهب إلى أي مؤسسة وتقدم طلبة للتوظيف وتقدم السي في مالك مثل ما يقولون، وشهادتك وخبرتك وقدراتك المهنية وقدراتك العقلية هي التي ستكون معيار لقبولك في هذه الوظيفة. أبدا، هذا ما له علاقة، لها علاقة بأحزاب وقوى متحكمة في هذه ترضيات سياسية، فبالتالي الأحزاب هذه هي متحكمة بالوظائف، هي متحكمة بالوزارات، والوزارات توزع كمحاصصة، فبالتالي لكل وزارة لها عدد من الموظفين توظفهم وأعداد مفتوحة وتوظفهم، وهذول جمهورها. هكذا يجري الأمر.
بالتالي نحن أمام كارثة حقيقية، العراق ذاهب إلى كارثة حقيقية، وهؤلاء رعاة لهذه الكارثة. لذلك أعود مرة أخرى أقول أن الأجندات الخارجية تسعى لبقاء هذه السلطة ولإسقاط العراق. ما يجري الآن ونتحدث عن الوظيفة هذا جزء من محاولة إسقاط العراق. نحن لسنا ضد أبدا، ماكو واحد عراقي ضد أن يحصل أي عراقي على مورد مالي يعيش به بكرامة ويعيش به مرتاح، هذا حق وحق من حقوقه، لكن ليس من الوظيفة بهذه الطريقة وليس بهذه الطريقة. ربما خلونا خطط تنموية، خلونا قطاع خاص، خلونا صناعة، خلونا زراعة، ننتج شيء، نعمر البلد وناخذ فلوس، نعم هذا من حقنا، لكن أن نتكدس كنا مثل علب السردين مثل ما يقال في دوائر دولة كذب وبطالة مقنعة. حيدر العبادي يقول 50,000 فضائي في عام 2014، كان يتحدث عن 50,000 فضائي في الجيش. طيب كم فضائي الآن عندنا؟ هذه حقيقة، ومؤسسات الدولة كلها، فبالتالي يطلع كل الموظفين فضائيين، كلها كذب ولعبة كبيرة جدا جدا. أشكرك. وتفاوت في قيمة الرواتب عالية جدا جدا ومصائب كبيرة جدا. أنت تعرف فقط تخصيصات البرلمان في الموازنة 350 مليون دولار سنويا، ما هذه شو يسوون بها؟ شاي وشربة وما أعرف منو، شو يسوون بها 350 مليون دولار فقط خدمات؟ هذه جزء من هذا الخراب. شكرا جزء من دكتور. هذا الدمار. نعم. في ختام حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار التي بحثت في سياسة التوظيف الحكومية المستمرة وتأثيراتها السلبية الاقتصادية والمالية، لم يتبقى لنا إلا أن نشكر ضيفيها، وهم كل من الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي، وكان معنا الخبير الاقتصادي الدولي الدكتور سعد محمد عثمان. أشكركم مشاهدينا الكرام، وإلى أن نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله.